اهلا وسهلا فانسة. اليوم ريدي لنعمل ونقلع بكم حركه اليوم مجهزت لنا فانسة؟ ثلاثه. هذا الملحق حط المايك فوق. ايوه عندنا ثلاث حركات اليوم. ثلاث حركات سهله فينا نعملها بالمنزل، ما ضروري ولا جيم ولا شيء. بدنا نبلشهم ونعد للعشره لكل حركه. اليوم ما رح نعد للعشره، رح نفرجي اخطاء خاصه اوكي من خلالك. اذا عملتي اخطاء رح صلح لي. طيب يلا نبدا باول حركه اللي هي يلي هي السكوات. السكوات معروفة كلنا بنعملها يعني سامعين عنها، بس سكوات فيها كتير أخطاء. رح أبرم بهالشكل ليشوفوا مزبوط. بدك تعمليها معي؟ يلا. لا احنا حطينا الكاميرا الغلط، هو ما مساعدنا. طيب احنا رحنا. يلا اوكي يلا تفضلي انت جربنا. هيك شو رح اعملها هون على الكاوتش. انا على الكنبايه ورح اعمل كاني عم بجلس على الكرسي. اهم شيء اجري يكونوا بارالل، يعني عم يتطلعوا على بعض اجري، وما يكون كتير واسع ولا كتير ضيق، سو تقريبا قد الخصر. اوكي نحن وقت بنقول سكوات في كتير اخطاء بتصير. هيك الرجل، نجرب هيك الايدين وهيك الارجل، وانتبهي الكرسي تكون وراك لتعرفي شو عم نعمل اكزاكتلي. سو سكوات، يلا بننزل مندق بالكرسي انجا وبنرجع بنطلع. بنضهر نفس دائما وقت نترك الارض، بنضهر نفس. هيدا الشيء لازم نحفظه. ليتس جو. 1 2. يلا عم تعمليها صح يا شادية، برافو. 3 كفي. 4 عملي بعد 5. يلا جو 5. خليني اشوف. يلا يا شادية بدنا نشيل السليلين. يلا six. يلا اوكي ليتس جو. اكسهيل خليني اسمع نفسك. 7 يس 8 يس. هلا جربي ما تقعدي كثير على الكرسي. دغري طلعي. 9 يس 10. هلا خليكي تحت. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 good. ومنرخي. يلا هون عايزه حركه لك. شو سهله سهله سهله. اوكي شفت الحركه. اوكي اللي بعدها هيدا بنكون اشتغلنا اللور بادي. رح نشتغل الابر بادي. الزنود. الزنود اللي هي يا جماعه اللي هي الايد هنا فوق. يعني كثير بتزعج النساء خاصه من الميل الوراء. انا عندي اوكي ليتس جو. كمان على الكرسي، بما انه الكرسي بتسهلنا قاعده اجلسي. ايديك كمان رابعه بعض، خاصه الكوع. الكوع بده يكونوا بدهم يلاقوا بعض كل الوقت. ما فينا الكوع يظهروا لبرا، بدهم يلاقوا بعض كوعي. شو بنعمل؟ بنقري فشخه لقدام اند وي جو ديب. 1 تذكري 90 درجه. وين ال 90 درجه؟ ايش اعطيها بالايدين على ايوه صح. وطلعي وظهري نفس. انت اصعب لانه كرسي تعجي بتحرك. ايه طلعي يس. يلا بعد 10 اوكي ظهري نفس. سمعيني نفس شادية. ايه 5 يس 4 يا جماعة. اكسلنت. 3 اوكي بعد 2 لا خلص انت كملي لوحدك. اوكي انا اشعته ولا اشعته تفضل. ومنضلها تحت كمان. اوكي 5 4 3 2. وبهالطريقة بنكون اشتغلنا على الايد اللي هنا اللي هي ترايسبس مصر اللي هي كيف بيقولوا الزنود. اوكي الزنود زنود الست. ايوه هلا ثالث حركة اللي هي توتال بودي، بتشغل كل الجسم مع بعضه. رح نعملها على الارض، هي البلانك. رح نعملها اكشلي بطريقتين. فينا نعملها على الكاوتش تبعنا بهيدا الشكل بلانك، وها هي مهم نكون جالسين من الارجل للرقبة. ما فينا نعمل هيك ولا فينا نطب لقدام لانه بنأذي الظهر، لازم نكون جالسين. رح فرجيهم على الارض لانه في ناس بتعمل البلانك بطريقة صعبة كتير، يلي هي نعمل هيك بنطلع وبدنا نهدي بهالطريقة. في ناس بتعمل لو بلانك، في ناس بتعمل هاي بلانك. انا عندي نصيحة اليوم، حطوا الركب على الارض، دبوا الاجرين هيك كروس، ومن هون فينا نعمل لو وهاي. صارت اسهل بكتير، الكل في يعملها، منا صعبة ابدا لانه عم نحمل نص وزن الجسم. بقى بس هذه الايش فايدتها؟ كل الجسم عم نشتغل هون، تشست upper body، عم نشتغل المعدة، عم نشتغل الفخاد، كل المنطقة الباقية اللي ما اشتغلناها قبل عم نشتغلها هون، يلي هي total body workout. وانا ترين او دايتشن بآمن بالtotal body. نحن اليوم كل ما تقلنا الاوزان، يعني ايه فينا نحمل دمبلز، بس الهدف من الدمبلز هو تكبير العضلي. هل هيدا هو هدفنا؟ احملوا دمبلز. هل مش هيدا هو هدفنا؟ استعملوا بس وزن الجسم. خلصنا؟